ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. أنت كبني آدم عندك حواس خمسة: السمع والبصر والذوق والشم واللمس. اللي يدخل تحت الحواس الخمسة يبقى اسمه عالم الشهادة. عالم الإيه؟ الشهادة. أنت مش محتاج فيه لإيمان، لأن كل الناس يستوي في الإيمان بهذا. المروحة إيه؟ تقدر تقول إن المروحة مش موجودة؟ أنت مؤمن إن المروحة موجودة. الإيمان ده يعني التصديق الذي لا يدخله شك. خلاص؟ التصديق الذي إيه؟ الشرع لما بيجي مش عاوز منك دي، ما كل الناس كده، ولكن عاوزك بقى ايه؟ تؤمن بحاجة جديدة كده اسمها الغيب. اسمها الايه؟ الغيب. الغيب ده يعني اللي مش داخل تحت الحواس الايه؟ الخمسة. ومن اول صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب قبل يقيمون الصلاة. لانك انت لو ما امنتش بالغيب لا هتقيم الصلاة ولا هتصلي ولا. هو ايه الايمان بالغيب؟ ان تؤمن بالله. انت شفت ربنا؟ شفتش ربنا. فاول حاجه انك تؤمن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين. انت ما شفتش حاجه من دول ولا دخلت تحت حواسك، ومع ذلك انت مطالب بالايمان بيهم ايمان قاطع لا يدخله شك. حاجه يعني قويه جدا. لو امنت هذا الايمان القاطع الذي لا يدخله شك عن قول الله سبحانه وتعالى، يبقى انت فعلا انت مؤمن تستحق تبقى بطل. امنت بهذا، يبقى هو ده اللي اسمه الايه؟ الايمان. والايمان ده محترم حتى ولو من الكفار. يعني واحد بيعبد الشمس او القمر او الحجر او الشجر ومعتقد انه اله، وبيديله كل الاحترام بتاع الألوهية. هو صح انه بيدي كل احترام الألوهية، بس هو غلط في نسبة الألوهية لغير الله. هي دي غلطته. انما هو مدي احترام الألوهية ولا لا؟ مدي احترام الألوهية، يعني بيسجد للحجر وبيسجد للشجر وبيبقى مؤدب جدا مع هذه الألوهية. هو مش مؤدب مع الشجر او الحجر، هو مؤدب مع ايه؟ ما هو ايه؟ إله. ولذلك لو واحد مؤمن مسلم يعني بيعمل معاصي، يعني مش مؤدب مع الألوهية، خلاص كده، دخل في جهاد أو في قتال مع واحد مش مسلم بيعبد شجرة بس بيديها حقها من الاحترام والألوهية، هو اللي يغلب المسلم. فذلك ربنا بيقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. المؤمن مؤمن مش المسلمين، لا، المؤمن. فهمت بقى؟ لو كان هو ايمانه اشد منك وبيحترم اشد منك مرتبه الالوهيه ديت، مع انه غلطان في النسبه، صح ولا غلط؟ مين اللي خرج المسلمين من الاندلس وضربهم فوق دماغهم لما المسلمين حصل لهم ايه؟ ما هم مسلمين وموحدين بالله، انما راحوا بقى غرقوا بقى في الايه؟ في الموسيقى والخمره والمش عارف ايه، والتانيين بقى تمسكوا، قال لك لازم، طردوا، مع انهم التاريخ يشهد بكل ذلك. فهمت؟ فالايمان في حد ذاته محترم. في بقى مساله تانية، يقول لك ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يعني ربنا سبحانه وتعالى عند ظن عبده، لو ظن إن ربنا هيدخله الجنة بلا حساب ولا عقاب هيلاقي ربنا هيدخله الجنة بلا حساب ولا عقاب مهما عمل، مهما عمل. الظن ده مهم جدا. ولو واحد بيعمل كل الحسنات اللي في الدنيا وظن ان ربنا هيدخله النار
هيدخلوا النار. لا يموتن لا يموتن احدكم الا هو يحسن الظن بالله. لانك هتلاقي ربنا. الظن ده ما هو في شك، شك يعني النسبتين استووا، وفي ظن يعني اعلى شويه من الشك، وفي غلبه الظن اللي اعلى ايه، وفي الايمان واليقين. احنا يا رب بقى بنؤمن ونتيقن انك يا رب، احنا مش بنظن، احنا بنتيقن انك يا رب ان شاء الله هتدخلنا في اعلى درجات الجنه وبغير حساب ولا عقاب. تتيقن مش تظن، فهمت؟